مدفعية الجيش تستهدف عناصر حفتر باليرموك ويشن هجوما على تمركزات الأخير بوادي الربيع. أشغم يؤكد إدارة ضباط إماراتيين للطيران المسير وإن المرتزقة الروس يخططون للمعارك الميدانية. باشاغا يقول بأن الجيش يقاتل قوات فاغنر الروسية والإمارات وليست قوات حفتر فقط. من طرابلس مشاهدينا أهلا بكم إلى نشرة السادسة من بانوراما. قال آمر غرفة العمليات الميدانية بالجيش اللواء أحمد أبو شحمة إن قوات بركان الغضب شنت هجوما على تمركزات عناصر حفتر في محور عنزارة. وأضاف أبو شحمة أن المدفعية الثقيلة استهدفت تجمعات لعناصر حفتر ومرتزقته بمحور اليرموك بشكل دقيق، فيما أكد الإعلام الحربي لبركان الغضب أن قواتهم أحرزت تقدما بمحور وادي الربيع. من جانبه قدر آمر غرفة السيطرة بقوة مكافحة الإرهاب علي أبو زيد لبانوراما إن قتل الطرف الآخر بمحور اليرموك قد بلغوا 6 عناصر. قال آمر غرفة عمليات عنزارة فيصل الدراهمي أن قواتهم بسطت سيطرتها على مواقع جديدة بالمحور بعد طرد عناصر حفتر منها الجمعة. وأضاف الدراهمي لبانوراما إنهم قبضوا على عنصرين من الطرف الآخر أثناء تمشيط التمركزات الجديدة، كما دمروا 4 آليات مسلحة. وكان الإعلام الحربي قد أعلن نجاح الجيش الجمعة في تدمير غرفة عمليات يديرها المرتزقة الروس بمنطقة بير العالم التي استهدفت فيها مدفعية الجيش مواقع عسكرية لحفتر هي ومنطقة قصر بن قشير. هاجم حفتر تحت جناح الظلام فامتص العدوان وتنادى الرجال ليتشكل طوق العاصمة ويوقف حلم السيطرة وبلوغ ميدان الشهداء ما يقارب 9 أشهر، ويستمر الصمود في صد هجومه بمرتزقته ومدرعاته. التقرير والتفاصيل. هجم حفتر تحت جنح الظلام فامتص العدوان وتنادى الرجال ليتشكل طوق العاصمة ويوقف حلم السيطرة وبلوغ ميدان الشهداء ما يقارب 9 أشهر، ويستمر الصمود في صد الهجوم بمرتزقته ومدرعاته. طرابلس أرادوا دخولها في ساعات، فاستبسل جيشها في ردع العدوان، فكانت القشة التي قسمت ظهر البعير ما يقارب 9 أشهر، ومعسكر الرجمة لم يستطع كسر طوق عروس البحر رغم تسخير كافة ما يملك من قدرة وتحالفات. ساعة صفر تعددت وطيران مسير يحلق ويقصف ومرتزقة تنوعت جنسياتهم بدءا من الجنجويد ووصولا إلى الفاغنر الروسية. كل هذا كان له الجيش والقوة المساندة الصخرة الصماء التي تتكسر عليها أطماع حفتر ومن معه. ملاحم شهدت عليها عين زارة والخلطات واليرموك وصولا إلى السوان والعزيزية والهيرة سطرت بعزم ودماء من تنادوا تحت مظلة المناطق العسكرية الثلاث لردع من اعتاد الخيانة وإفساد استقرار الوطن. استبسال فاجأ الجميع في يونيو الماضي، فما إن كانت الأعين على جنوب طرابلس حتى كانت الضربة التي ما زالت توجع ظهر المعتدي في عاصمة الجبل. فغريان في قبضة الجيش والأسرى تجاوزوا 100، فالقيادات فرت وتركت غرفة عملياتها ليتكشف للعيان مجددا دعم خارجي بعد العثور على صواريخ الجافلين المقدمة من الأليزي لزعيم الرجمة. ادعوا مرارا وتكرارا بلوغ نقاط يبدو أنها تراود أحلامه كل ليلة، فالحقيقة لهم كابوس، وها هو حفتر يظهر ليأمر باقتحام طرابلس، فسبقه الرد وسط ميادين الوغى. فالقتلى تجاوزوا 15 في محوري اليرموك والسويحلي، ناهيك عن تدمير المدرعات التي تأبى أبو ظبي وقف تدفقها رغم ثبات عدم جدوتها أمام من وصفهم زعيم الرجمة بأنهم وحوش في الميدان. فهم حمم البركان ورجال البنيان من جعلوا من دولة التنظيم بسرت يوما أوهاما.
نشرت عملية بركان الغضب اعترافات طيار حفتر المعتقل لدى الجيش عام رشقم بتخطيط الروس لسير المعارك الميدانية لمقاتلي حفتر جنوب العاصمة. وأقر رشقم الجمعة في اعترافاته بأن الطيران المسير الداعم لقوات حفتر يديره ضباط إماراتيون بقاعدة الخروبة بشكل تام، لافتا إلى وجود غرفة عملياتهم الخاصة في الرجمة. كما أكد أن الطيران الحربي الإماراتي هو من استهدف مصراتة ومطار معتيقة وزوارة وتاجوراء. وكشف رشقم أيضا مقتل عدد من الضباط الإماراتيين في قصف لقاعدة الجفرة يوليو الماضي. أكدت شركة البريغا لتسويق النفط تعرض الخزان الخاص بوقود الديزل بمستودع طرابلس النفطي بعيار ناري فجر اليوم، ما أدى إلى حدوث ثقب عميق بالخزان وتسرب الوقود وفقد كمية من وقود الديزل. وأوضحت الشركة أن فرق الطوارئ بالشركة سارعت في تفريغ الخزان ونقل الوقود والسيطرة على التسرب، هذا وحذرت الشركة من الاعتداء على منشآتها وتهديد حياة العاملين بها والذين يخاطرون بحياتهم بشكل يومي من أجل خدمة المواطنين. قال وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي بشاغة إن الجيش الليبي لا يقاتل قوات حفتر فقط، إنما يقاتل قوات من فاغنر الروسية والإمارات. وأضاف بشاغة في لقاء تلفزيوني بأن الحكومة والجيش على قلب واحد ولا يوجد أي خلاف بينهما، فيما لفت إلى أن الاتفاقية مع تركيا تتعلق بالسيادة الليبية وتم توقيعها وفق القانون الدولي، كما نفى تعرض موكبه لإطلاق نار بمدينة مصراتة. عبر رئيس وفد البرلمان الأوروبي للعلاقات مع البلدان المغاربية أندريا كوزليانو عن قلقه إزاء التهديدات الأخيرة التي أطلقها خليفة حفتر حول اعتداء واسع النطاق وشامل بإعلانه ساعات الصفر لما وصفه بتحرير العاصمة طرابلس. ودعا كوزليانو في بيان له الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي ككل لإدانة مثل هذه التهديدات واتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع حمام الدم، مكررا دعمه الكامل لجهود الأمم المتحدة في ليبيا وكذلك لعملية برلين لما تمثله من فرصة حاسمة للجهات الفاعلة الدولية والإقليمية للالتزام بحل سياسي للأزمة في ليبيا من خلال عملية سياسية مملوكة للليبيين. أعلن ساعة الصفر فجاءه الرد أن لا ساعة ولا صفر لك إلا أوهام تباع وتشترى وأحلام لاقتحام والسيطرة على أحياء طرابلس، هكذا قال رئيس المجلس الرئاسي. وما جاء بعد إعلان ساعة الصفر ينافي واقع قوات حفتر جنوب طرابلس التي تكبدت خسائر في العتاد والأرواح. التقرير والتفاصيل. بعد قرابة 250 يوما من هجوم قواته على العاصمة طرابلس وخسائر مني بها على أرض المعركة من قبل قوات الجيش أبرزها خسارته مدينة غريان، يعلن خليفة حفتر المدعوم من دول إقليمية ساعة الصفر لاجتياح طرابلس وفرض السيطرة عليها. وما جاء بعد إعلان حفتر ساعة الصفر ينافي واقع قواته المتمركزة جنوب طرابلس، فقد سيطرت قوات الجيش الليبي على منطقة التغار جنوبي العاصمة ودمرت 4 مدرعات إماراتية حاولت التسلل للمنطقة، إلى جانب تدمير غرفة عمليات يديرها مرتزقة روس داعمون لحفتر بمنطقة بير العالم. القيادات العسكرية والسياسية في طرابلس أكدوا منذ بدء الأمر أن ما جاء به حفتر في كلمته ما هو إلا شيء يدغدغ به معنويات جنوده الذين هزموا على أسوار العاصمة. وذهب رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري إلى أبعد من ذلك، فقد رأى أن التغيير القادم أكبر بكثير من المتوقع وأن جزءا من خطاب حفتر موجه للمنطقة الشرقية التي سيطر عليها لسنوات والتي تشهد حراكا وتململا بحسب قوله. ويرى مراقبون ونشطاء أن الخطاب ما كان إلا خطابا مسجلا في وقت سابق، فحفتر خرج عليهم بعد طول غياب بزي عسكري صيفي من منطقة الرجمة المعروفة بمناخها الشتوي، ناهيك عن عدم تطرق الخطاب لكل مستجد سياسي وعسكري في الأزمة الليبية.
أعربت كل من فرنسا وألمانيا وإيطاليا عن التزامها العمل من أجل إنجاح مؤتمر برلين، مطالبين كافة الأطراف الدولية بالامتناع عن القيام بأي عمل عسكري في ليبيا وإعادة الانخراط في المفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة. جاء ذلك في بيان مشترك على هامش القمة الأوروبية في بروكسل، جمع كل من رئيس وزراء إيطاليا جوزيبي كونتي والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، جددوا دعمهم الكامل لجهود الأمم المتحدة وعمل المبعوث الأمم غسان سلامة لإيجاد حل سياسي للخروج من الأزمة التي تشهدها البلاد. التقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج وزيري الخارجية والدفاع التركيين مولود تشاوش أوغلو وخلوص أكار في قطر، وتناول اللقاء مذكرة التفاهم المبرمة بين تركيا وليبيا بشأن تحديد مناطق الصلاحية البحرية. هذا وأكد الجانبان الحرص على حماية حقوق البلدين ومصالحهما المشروعة في البحر المتوسط، وستتخذ الدولتان الإجراءات اللازمة لحماية حقوق البلدين المنبثقة عن القانون الدولي وقوانين البحار. جاء ذلك على هامش مشاركة ليبيا وتركيا في النسخة 19 لمنتدى الدوحة، والذي يستمر يومين بمشاركة أكثر من 3000 من قادة وصناع قرار وسياسيين. يشارك رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج والوفد المرافق له السبت في منتدى الدوحة بالعاصمة القطرية المنصة العالمية للحوار، والذي يجمع رؤساء وقادة الرأي وصناع السياسات حول العالم. ويتضمن برنامج منتدى الدوحة الذي تنظمه وزارة الخارجية هذا العام جلسات نقاشية تتناول موضوعات سياسية واقتصادية مهمة، من بينها جلسة تحت عنوان تفكيك حروب الوكالة في ليبيا والقرن الإفريقي. قالت وزارة الخارجية التركية أن الاتحاد الأوروبي غير مخول بتحديد مناطق الصلاحية البحرية، ولا يحق له إصدار حكم بشأن مدى قانونية مذكرة التفاهم المبرمة مع ليبيا. وأكد المتحدث باسم الوزارة حامي قصوي في بيان له الجمعة أن الاتحاد الأوروبي أظهر استمراره في انتهاج ازدواجية المعايير، مشيرا إلى أن الاتحاد التزم الصمت حيال الاتفاقيات التي أبرمتها اليونان وإدارة قبرص مع دول المنطقة التي تتعارض مع حقوق تركيا والقبارصة الأتراك وتغتصب حقوق ليبيا المتعلقة بالجرف القاري. منذ توقيع تركيا وليبيا مذكرة التفاهم الأمني والاقتصادي في 27 من نوفمبر الماضي، توالت ردود الفعل إزاء هذه الخطوة تباينت بين الحادة والمعتدلة. صاحب ذلك تطورات في المواقف السياسية، خاصة فيما يتعلق بالتحضيرات لمؤتمر برلين. نتابع. أكد وزير الخارجية سامح شكري أن حل الأزمة الليبية سيكون له تأثير كبير على تحقيق الاستقرار وتشجيع الاستثمار في شمال إفريقيا وحوض البحر المتوسط. ودعا شكري في مقابلة مع وكالة أنباء الصين الجمعة إلى أهمية تكاتف الدول الرئيسة ودائمة العضوية بمجلس الأمن في وضع حل شامل لكل أبعاد الأزمة الليبية، خاصة ما يتعلق بتنفيذ قرار حظر السلاح وتحصين البلاد من التدخلات وتدعيم المؤسسات الشرعية. النشرة متواصلة مشاهدينا وفيها بعد الفاصل. مطار معتيقة الدولي يؤكد مباشرة أغلب شركات الطيران استئناف رحلاتها الدولية والداخلية.
أهلا بكم من جديد. أعلن مطار معتيقا الدولي استئناف حركة الملاحة الجوية بعد توقف مؤقت بسبب أعمال الصيانة، فيما ستباشر شركة الطيران البراق والأجنحة رحلاتها من المطار اعتبارا من الأحد. هذا وأوضحت إدارة المطار عبر صفحتها الرسمية بفيسبوك إنه سيتم تسيير الرحلات الخارجية والداخلية لجميع الشركات بالتنسيق مع إدارة المطار. كما تجدر الإشارة إلى أن وزير المواصلات المفوض بحكومة الوفاق ميلاد معتوق كان قد أصدر في وقت سابق تعليماته باستئناف جزئي للرحلات إلى حين استكمال أعمال الصيانة به. رغم كل التحذيرات التي أطلقتها الشركة العامة للكهرباء إلا أنها ما زالت تعاني من سرقة الأسلاك الكهربائية، الأمر الذي أدى لانقطاعها عن بعض المناطق. التفاصيل في سياق التقرير. يعود مسلسل انقطاع التيار الكهربائي إلى المناطق الغربية من جديد بسبب الاعتداءات المتكررة والسرقات التي تتعرض لها معدات شركة الكهرباء من أسلاك توزيع وتكسير أعمدة، الأمر الذي أدى لفقد الجهد وتبعه انقطاع للكهرباء. الأسبوع المنصرم شهد سرقة أسلاك بمسافة 450 مترا على خط جيلة، ما أدى لفقد تغذية نحو 4 محولات وانقطاع التيار الكهربائي على جزء من المنطقة. الحي الصناعي بمنطقة الفلاح هو الأخير تعرضت فيه إحدى التفريعات للسرقة والتي بلغت مسافتها 1450 مترا، الأمر الذي أدى إلى فقد التغذية عن مصنع الدقيق. حادثة مماثلة كانت زليت شاهدة عليها بعد أن تم سرقة سلك كهربائي بطول 1900 متر، تسببت سرقته في وقف تغذية نحو 30 محولا نتج عنه انقطاع التيار الكهربائي عن منطقة الزيتونة وما جاورها بمنطقة كعام. تحذيرات شركة الكهرباء المتكررة لم تتوقف في العديد من المرات من تداعيات هذه السرقات، والتي تقول إنها تحدث بشكل يومي لما تحمله هذه الظاهرة الخطيرة من تهديدات لشبكة التوزيع بالانهيار. يبقى المواطن هو المتضرر الوحيد الذي يدفع ثمن هذه الاعتداءات التي أصبحت مسلسلا يتكرر كل يوم في ظل موجات برد الشتاء الذي تشهده البلاد. قال جهاز النهر الصناعي منظومة الحصاونة سهل الجفارة عبر موقعه الرسمي إن عمليات ضخ المياه تسير بشكل جيد دون توقف من حقول الأبار عبر المسار الأوسط إلى أغلب مدن المنطقة الغربية بما فيها مدينة طرابلس. الجهاز أوضح إنه تم فتح صمامات التحكم بالتدفق بالمسار الشرقي الخميس بعد أن أغلقت الجمعة الماضية لظروف تشغيلية طارئة، ومن المتوقع وصول المياه تدريجيا الجمعة إلى مدن مصراتة وزليط والخمس. أقام مكتب النشاط بمراقبة تعليم سوق الجمعة احتفالية تم فيها تكريم الطلبة المتفوقين بمسابقة حفظ وتجويد القرآن الكريم على مستوى مدارس البلدية بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية تحت عنوان منكم العطاء ومنا الوفاء. التقرير التالي والتفاصيل. حفظ وتلاوة وتجويد القرآن الكريم والمؤذن الصغير وفن الخطابة فقرات ارتكزت عليها المسابقة السنوية لمراقبة تعليم سوق الجمعة والتي شملت 70 مدرسة بالبلدية. شارك فيها 800 طالب قد حالف الفوز 200 منهم بما فيها الفئات الخاصة ورياض الأطفال. اليوم طبعا نقيم احتفالية تكريم لأبنائنا المتفوقين والبارزين في مسابقة حفظ وتلاوة وتجويد القرآن الكريم. هذه المسابقة طبعا تأتي ضمن رزنامة مكتب النشاط المدرسي حسب الخطة الواردة لنا من إدارة العامة للنشاط المدرسي. هذه المسابقة طبعاً كانت بالعام الماضي، اليوم نكرم كل الطلبة المتفوقين أصحاب الترتيب 10 الأوائل من هذه المسابقات. تكريم أصحاب الترتيب 10 الأوائل عن كل مرحلة
وسط أهلهم والأساتذة المشرفين وبحضور ممثلين عن الجهات الداعمة للمسابقة تقديرا لما قدمه هؤلاء التلاميذ طيلة السنة الماضية للتحضير الجيد ونيل الجوائز التحفيزية. تحصلت على الترتيب الأول في جانب الخطيب الصغير للعام 2018-2019، فاليوم يعني كرموا وزارة التعليم، وطبعا جيت متأخرة شوية، ولكن هم قدموا اعتذار يعني بسبب الأوضاع الراهنة في مدينة طرابلس. أتقدم بجزيل الشكر إلى والدي وإلى أخي محمد وشيخ صلاح أول من علمني حرفا في جامعة الغريب، وشيخ محمود اللبيب في جامعة بنت راكي، وأتقدم نعم لو الدكتور محفظ زعم عمره 5 سنين مدى 6 إدارة المكان. أصبحت أغلب القطاعات التعليمية تسعى جاهدة لإبراز مواهب الطلبة بعيدا عن النمط التقليدي المعتاد المنحصر في المنهج الدراسي، كيف لا والصورة تتجلى واضحة فيما تم تقديمه من هؤلاء الطلاب. وسام الزواغي لقناة ليبيا بانوراما طرابلس. اختتم في مدينة سرت الخميس المؤتمر العلمي الرابع لمكافحة ومنع العدوى الذي أقيم تحت شعار مقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية. وبحسب المنظمين فقد شهد المؤتمر حضور عدد من الخبرات العلمية من مختلف الجامعات الليبية والاستشاريين من خارج ليبيا، وتم إقامة العديد من الجلسات العلمية ومناقشة البحوث العلمية المشاركة، وفتح باب النقاش من قبل الاستشاريين والأطباء الحاضرين. وكانت محاوره مناقشة مشاكل مقاومة المضادات الحيوية والتخلص من النفايات والتأكيد على إجراءات منع ومكافحة العدوى وإجراءات التعقيم والتطهير بالمستشفيات والمنشآت الصحية بدولة ليبيا. وقد تم مناقشة جميع هذه القضايا وتوصلنا إلى توصيات وصلت إلى 15 توصية كلها تدور حول التأكيد على ضرورة وجود دليل قومي لمكافحة العدوى يشمل جميع فئات وهيئات الطبية بالمجتمع الليبي. نهاية النشرة مشاهدينا، تذكير بأبرز عناوينها. مدفعية الجيش تستهدف عناصر حفتر بريرموك وتشن هجوما على تمركزات الأخير بوادي الربيع. إشقم يؤكد إدارة ضباط إماراتيين للطيران المسير وأن المرتزقة الروس يخططون للمعارك الميدانية. بشاغة يقول بأن الجيش يقاتل قوات فاغنر الروسية والإمارات وليس قوات حفتر فقط. نهاية النشرة مشاهدينا، أشكر لكم حسن المتابعة، إلى اللقاء.